طلاب هسه تكمل المحاضرة رقم 9، عندنا هسه الانسترومنت اللي فور سوتشرينج حتى للخياط. أول شيء النيدل هولدر، أنتوا شفتوا إنه النيدل هولدر، شفتكم إياه هذا شكل النيدل هولدر. النيدل هولدر مواصفاته شنو هو؟ نيدل هولدر is an instrument with locking handle device، يعني هاي الهاندل مالته تنقفل، هذا أكو قفل هنا شوفوها من يجي هنا ينسد، يعني الهاندل مالته تنقفل. The handle is long and beaks are short suitable for intraoral suturing. شوف البيك مالته صغير باعو، والهاندل شوف كلش كبير حتى شنو suitable، حتى نقدر يعني لأنه الفم صغير فنقدر يكون هيجي الديزاين مال النيدل هولدر. 15 cm handle length needle holder is often recommended، يعني 15 سنتيمتر طول يعني دائما أكثر شيء مطلوب. The beaks of the needle holder are shorter and stronger than the beak of the hemostat. إحنا إذا مقارنة بالهيموستات اللي يوقف الدم هنا يعني إذا نجي نقارن النيدل هولدر يكون شورتر اند سترونجر، البيك مالته يكون اقصر واعرض يعني اقوى. The inner surface of the beak is cross hatched permitting a firm and stable grasp of the needle and prevents its rotation or movement during suturing. اذا نفتح هذه كروس هاتش، صوره الكروس هاتش ما اعرف أنا شوفتكم إياها، يا رات صورة أحطينا كروس هاتش، يعني شلون بالعرض وبالطول مثل المربعات صايرة داخل بينما النيدل هولدر يصير بس هيك مثل المخطط، يعني السكاكين مالته كأنما أو الجروفات يصير بس بالعرض، هذا عرض وطول حتى واحد يقدر يفرقها عن الأرتري فورسيب. حتى شنو ليش هيك يصير؟ حتى الجراس بيلزم النيدل زين وما يخليها تتحرك، ما يصير بها روتيشن دوران اثناء الخياط. So hemostats should not be used for suturing but preserved for its original work to control bleeding during surgery. يعني لهذا احنا ما يصير نستخدم الهيموستات حتى هذا كروس هاتش، هنا شوفوا كروس هاتش هذا مثل مربعات وهذه الفتحة مالته وهاي اللزمة همينة مالته، هنا النيدل همينة اللزمة مالتها تعرفون من الثلث الأخير نلزمها حتى ليس بها روتيشن. هسه نجي على النيدل. classification of needle according to the shape of the needle، على شكلها شكلها عندنا أما straight عدلة، طبعا احنا ما نستعمل طب الاسنان ما تصوروا يعني بالبوستيرير توث لو يجوز الانتيرير نقدر، اما بوستيرير ما نقدر نشتغل بالستريت او كيرفد، ايش تكون كيرفد يعني منحنيه يعني مو عدله. ستريت يوزد وير تيشو اور اريا اوف ذا سيرجر ار ايزلي اكسسبل and therefore they are not used in oral cavity because of the limitation of the space in the oral cavity. هو لازم عندنا يعني access، لازم يعني عندنا يعني نقدر نشتغل مفتوح زين حتى نقدر نشتغل بمثل oral cavity، يعني مكان صغير ما نقدر يعني نستخدم الستريت. الcurved needle mostly used of a length of 21.25 ملليمتر، هذا الطول مالتها mostly use ملليمتر الطول مالتها or 3/8 or 1/2 half circle and this design allow the needle to pass through the limited area of suturing easily. لان احنا limited area يعني الحلق مكان صغير وهذا، فاما احنا عندنا خيارين، اما 3/8 او نص، هذه وهذه، يعني اكثر شيء ذول الاثنين يستخدمهم بطب الاسنان عندنا بالاورال كافيتي، هذول الاثنين، هذا 3/8 وهذا نص، هذا شوف كله نص، هذا يعتبر هنا 2 وهذه نص 3، اوكي ف3/8.
according to cross section المقطع العرضي مالته cutting needle وعندنا taper taper point cutting يعني تقطع وtaper يعني تكون يعني شوي شوي ترفع يعني pointed يعني pointed يعني مدببة من النهاية. وهاي هنا تشوفون التيبر اوكي وهذا الكاتنج. الكاتنج نيدل هاف تراينجولار كروس سكشن يعني الكاتنج بيها اذا قطعناها تصير تراينجولار تراينجولار هاي كاتنج وهاي كاتنج اوكي تراينجولار الكروس سكشن مالتها المات الكاتنج يكون مثلث شوفوا اذا قطعها تطلع مثلثه. The cutting portion of the needle extend about one third the length of the needle يعني ثلث ال needle هو المكان اللي يقطع. And the remaining portion of the needle is rounded. والبقية rounded يعني مدورة. يعني الكاتنج يصير به المقطع الأرضي مالته مثلثة اللي تشمل هي third one third يعني ثلث من هذه ثلث من عندها هاي تقريبا هذا الثلث يكون المقطع الأرضي مالته مثلث والباقي يكون مدور. Also called a traumatic needle, but it has a good advantage of being able to enter the tissue easily during suturing, especially in taut area like mucoperiosteum of the heart, palate, keratinized mucosa or skin where the tissue is difficulty to penetrate. يعني هم يسموها traumatic يعني traumatic مسوي تروما تأذية مؤذية يعني تسوي لنا تروما. ليش؟ لأنه بكل سهولة تدخل إذا عندنا فد يعني جلد قوي جلد قوي أو البريوستيوم ثخين أو جلد ثخين فتقدر بكل سهولة تدخل به خاصة إحنا من نسوي سوشرينج للثيرد مولر الثك كلش هذه في راد كاتنج كاتنج أضبط. التيبر بوينت أر راوند أور أوفل إن كروس هذا مدور. Cutting ال taper around taper شوفوا round cross section مالتها round مدور بينما هذا لا مثل المثلث و cutting round cross section it is generally used for closing muscle or fascia that are easily penetrated يعني نستخدمها للفاشيا للمصل للعضلات أو للأغشية اللي بسرعة تدخل يعني بها النيدل. Use more delicate tissues such as ocular or vascular surgery. هم يستخدموها للأري يعني الخياط المكانات الكلش رقيقة مثل يعني عمليات العين وعمليات الأوعية الدموية. هاي نيدل اللزمة مالتها مثل ما شفتوا هذه المرة والنيدل هولدر هاي اللزمة مالتها. هسه السوتشر نجي على السوتشر ماتيريال. Many types of suture material are available and could be classified. يعني كلش هواية أنواع عندنا مع السوتشر عندنا الكلاسيفيكيشن مالته يا أما مونوفيلمنت أو بوليفيلمنت يا أما خيط واحد أو مجموعة خيوط تكون والسايز مالتهم أما يختلف بالسايز وريزوربابيلتي يعني الذوبان مالته أكو ذوب أكو مذوب. Suture are made of a wide variety of materials and come in several sizes, each designed for particular purpose. السوتشر هو متكون من ماتيريال يعني عدة ماتيريال وتجي بسايزات هواية وكل واحد يعني يستخدم هذا في التصنيفات يعني لقيت لكم إياها جست يعني تطلعون عليها تصنيفات كاملة هنا بس إحنا هنا بنشرحها واحد واحد. هسا شنو المونوفيلمنت أو بوليفيلمنت اللي بيها خيط واحد واللي بيها عدة خيوط. البوليفيلمنت made of braided material يعني مثل الضفيرة تصير يعني تجيبون عدة خيوط تصير مثل الضفيرة. Easy to handle and tie كلش سهل نشيله ونسوي له ونعقده العقدة مالته كلش سهلة.
least irritating to a patient tongue. يعني الirritation ما يخدش اللسان مالت البيشنت. The cut end are usually soft and non-irritating to the tongue and surround soft tissue. يعني لما نقص النهاية مالته ما راح يخدش على اللسان أو بقية التشو الموجودة بالفم. Because of the multiple filaments, they tend to wick or oral fluid along the suture to the underlying tissue. This wicking action can carry bacteria along with saliva. هو شنو هو اللي ان بي فيلمنت هو راح يجذب يسحب الفلويد من الفم عبر طبعا السوتشر يروح للتشو. This wicking action carry طبعا هاي لما وياها من يسحب الفلويد سائل من الفم هي اللي طبعا السلايفا طبعا وياها بكتيريا. المونوفيلمنت سوتشر دو نوت كوز ويكينج اكشن. هذا المونوفيلمنت البي يعني واحد خيط واحد هذا ما يسحب البكتيريا ولها طبعا افضل. مور ديفيكلت تو تاي. بس شنو المشكله هنا كل الصعبه بالعقده مالته. The cut end are stiffer. النهايه المقصوصه من القصه كلش ستيف قويه. مور irritant تو تانج اند سوفت تشو. يعني اذي يعني هو بكل احوال هو يعني كل احوال مو زين بس شيء واحد زين به هو ما ياخذ البكتيريا. هاي الفرق عن اللي قبله. هسه نجي على السايز. السايز مالت الدايمتر اوف ذا سيرفيس ماتيريال از it is measured in size from 10 to 10. Is the smallest diameter and least amount of tensile strength. يعني عندنا من 10 إلى 10. طبعا كل ما يكبر كل ما يخف ويخف من يخف التنسايل سترينث القوة المالتن مالتنشن يكون قليلة. يعني كل ما طبعا يصير أرفع يكون أقل. Increasing number of zero means decreasing the suture diameter. يعني كل ما يكتب مثلا 10 زيرو أصغر من 5 زيرو و 8 زيرو وهكذا. The mouth size used in oral maxillofacial surgery is size 30 and 40. The size of the suture usually expressed on the package. Example 3040. طبعا الاكثر شيء احنا نستخدمه بطب الاسنان هو 30 وممكن هم نستخدم 40 وبالباكج هو مكتوب انت تقرا الباكج مكتوب 3 على 0 هيك يعني الترتيب مالته 4 على 0 وهكذا. ساشوفكم الصور مالته. The size 30 used most commonly in suturing or يعني أكثر شيء هو 30 صحيح 40 بس 30 أكثر يستخدم. Which is enough to prevent tearing of oral mucosa and strong to withstand the tension placed on them intraorally. يعني هو يكفي أنه يمنع تمزق الميوكوزا الأورال ميوكوزا يعني السوفت تشو مالت الميوكوزا مالت الفم. بس نفس الوقت هو همينة قوي حتى يتحمل الشد الموجود بالفم. هسا resorbability يا أما resorbable absorbable أو non-resorbable. absorbable resorbable نفس المعنى زين. يا أما هسا إحنا absorbable اللي يذيبون. A popular in periodontal and implant surgery. نستخدمه بالperiodontal بالمحاولة اللثة وبالزراعة. Less post-operative inflammation أقل يعني التهابات يصير يعني وراء ما نشتغل. Inflammation more patient comfort طبعا يرتاح البيشنت أكثر لأن ما راح نشيل الخيط بعد هو يذوب. It's available in two forms natural or synthetic. هو موجود يا أما يعني موجود يا أما موجود مصنع. طبعا يكون هذا موجود اما طبيعي او مصنع. نجي هسه للثاني النوع الثاني الناتشورال. الناتشورال ابزوربابل الطبيعي شنو هذا؟ يوز
for suturing deep structure like muscle fascia to this suture does not require removal. يعني شنو احنا نستخدمه بالديب ستراكشر يعني بالعمق مثلا العضلات الفيشة هي جو لازم خيطه ليش لانه ما راح نشيل الخيط بعد ولهذا وما نفتح هذا نفتح السوج الانسجن مره ثانيه ونشيل السوتشر اذا نستخدمه في هاي الحاله هو مونوفيلمنت اوف هايلي بيوريفايد كولاجين يعني هو فيلمنت واحد خيط واحد ومن كولاجين يعني كلش بيور نظيف خالص يعني بيور ما يرتمندر التنسال يعني التنسال سترينث القوة مالته يعني ما يد قليل إلى وسط يعني مو كلش قوي ما يد انفلاماتوري رياكشن هم أنا كلش قليل بي انفلاميشن يصير difficult to handle بس صعب الاستخدام available in two type أدنى موجود اثنين هو cut gut يسموه plain gut وعندنا chromic gut اللي playing gut resorption rate 3 to 5 days الكات gut هذا يسموه كات gut أو playing gut هذا 3 إلى 5 أيام مذوب الكروميك ذولا died with chromium salt solution and prolonged resorption rate from 7 to 10 الكروميك هذا مسوي بالكروميوم salt شنو يطول الريزوربشن مالته اذا عندنا مثلا عمليه يعني وهذه ونريد نطول ما نريد بسرعه نشيل الخيط نخلي لين 7 إلى 10 أيام هاي مالته شوفوا هذا الباكج هو هذا هنا بلين 30 ها كل هالمعلومات الماتيريال الطول هذه كلها موجود هنا أنا. وشوفوا شوفوا هنا يبين لكم اللي هو كاتنج اشوف هنا أنا. هذا شنو هذا كاتينج شوفوا المثلث هذا كاتينج مثلث اوكي هذا كروميك هذا 4-0 هذا 3-0 فكلها تنكتب هنا تعرفون شنو اللي موجود حتى شوفوا هنا هذه مو 3/8 هذه مو 1/2 مو نص هسه سينثيتك ابزوربابل سوتشر سينثيتك الابزوربابل للذوب سينثيتك بريدد يعني شنو يعني مثل الضفيره يعني مو مونوفيلمنت مالتي يعني فيلمنت جود تنسال سترينث ريزيست مسل بول يعني القوه مالته ويمنع قوي ويمنع السحب مالت المصل العضلات بكتيريال جروث انهبيشن يعني يسوي انهبيشن يقتل البكتيريا مالد تشو رياكشن قلة ما يعني التشو يطلع يعني ضده يعني رياكشن ريزوربشن ريت فروم 21 to 28 ريزوربشن مالته من 21 إلى 28 يوم available in two types اكو بنوعين يا اما فيكرال كوتيد فايوليت اور اندايد الفيكرال هذا يعني اما لونه بنفسجي سترونجر ذان ديكسن اقوى من الديكسن الديكسن نون توكسيك كوتينج اور انكوتيد يعني اما كوتيد يكون او انكوتيد فايوليت اور اندايد يعني لونه يكون يا اما بنفسجي او ما مصبوغ هذا اللون الفكرل يعني يجي الفكرل بهذا شكله اوكي هنا هذا 30 مواصفاته هنا انا كاتينج اوكي واللون بنفسجي يا اما يكون لونه بنفسجي او يكون يعني ما ملون هسه نجي النون ابزوربابل سوري الناتشرال نون ابزوربابل ناتشرال الطبيعي عندنا السلك هذا البلاك سلك يسموه بريدد سوتشر ديرايف فروم سيلك بورن ماخوذ من دوده القز هذا السلك سوبيريور هاندلنج كواليتي يعني كلش يعني بالاستعمال كلش سهل هايلي الاستيسيتي يعني كلش مطاطيه به يعني زين جود نوت سكيورتي يعني آمن يعني العقدة مالته آمنة بلاك دايت فور ايزي فيزيبيليتي يعني حتى شنو لونه أسود حتى شنو ينشاف حتى نشوفه من نقعد نخيط نشوفه مو شفاف ولا لونه مثلا لون الأورال كافيتي
بكتيريا اند فلويد كولكشن، هذا الويك افكت عنده، هاي مشكلته الويك افكت، يعني تجي يمتص البكتيريا وسوائل مالت الفم. هاي بوتنشال فور انفكشن، يعني كلش هو ممكن يصير به التهابات عن سيفير انفلاماتوري رياكشن، يعني كلش الجسم يعني يقاومه. وهاي السلك هنا يجي، شوف هاي اشكالهم وشركات، وهذا شوف يجيك راوندد، يجيك كله 3-0 هذا نستخدمه. شوف هنا الكاتينج الراوند، هذا الراوند شوفوا الراوند هيك العلامة مالته. انتم من تشترون يعني لازم عندكم تتوفر النوعين حتى حسب التشو اللي تريدون تخيطوه. واكو كامل يعني مدور كامل، واكو نص، اكو 3/8 وهكذا. هسه السينثيتيك نون ابزوربل، هسه هذاك كان طبيعي السلك، هسه المو طبيعي عندنا المصنع اللي هو نايلون. هذا النايلون يجي هيك شكله بريدد، هم نفسه كوتد اور نون بريدد، يعني يا اما مطلي او ما مظفر، مو مظفره، مونو اور مونو فيلمنتس، يعني يا اما يعني فيلمنت واحد او مجموعه فيلمنت. اكسلنت هاندلنج كواليتي، يعني بالهاندلنج كلش يعني اكسلنت، كل زين. ونوت سكيورتي كل زين، هم بالسكيورتي greater tensile than silk، اكثر مال شو اسمه نو رياكشن، نو انفلاماتوري رياكشن. والله مواصفاته زينه بس ليش ما يستعملوه ما اعرف والله. المهم هسه نجي للسيزر، هذا السيزر، هذا السيزر شوفوا قدامكم، هذا السيزر وانواع طبعا السيزرات موجوده. السيزر سوتشر سيزر، هذا السيزرات طبعا حسب هسه مال سوتشر مال يعني اللي نقص به السوتشر، ولا ما خلص لازم نقص السوتشر، فهذا السيزر يستخدم لقص السوتشر. يوجوالي هاف شورت كاتنج اند، هذا الكاتنج اند مالته، هذا الكاتنج اند مالته كلش قصيره يعني مو تصير طويله. شوفوا هذا الهاندل ايش طولها، الكاتنج اند مالته قصيره مثل شلون الهاندل هم يعني نفس الشيء. Their sole purpose is to cut suture. يعني الشيء الوحيد إنه هو يقص السوتشر. The most commonly used suture scissor for oral surgery are Dean scissor. هذا Dean scissor. أهم شيء نستخدمه ال Dean scissor، يستخدم في these scissors have a slight curved curved handle. Curved handles and offset serrated blades. Serrated يعني مثل بسريشن يعني مو smooth. Curved handle that make cutting suture easy. حتى تسوي لنا كل السهولة بالcutting مالت السيزر. Suture scissor usually have long handle مثل ما قلنا and thumb and finger ring. رنقات اثنين مال الثمب، يعني هاي ما تلزم بيها نطبب اصابعين، يقصد بها هاي الرنقات، هذا الرنق، هذا الرنق. سوتشر اي ذا سيزر ار هيلد ان ذا سيم واي اوف نيدل هولدر، نفس الطريقه مال نيدل هولدر نشيله. سوفت تشو سيزر أعتقد الدين، وين الدين؟ دين دين العموم ذاك يصير كيرفد. المهم soft tissue scissor، soft tissue شلون نقص، or operating scissor، operating scissor سمي. Other type of scissor used in oral cavity, oral surgery. طبعا هذا soft tissue، قص soft tissue. These scissors are used for cutting off tissue. يعني سوينا cut dissection حتى نفصل ال periosteum أو نفصل ال يعني عملية الفصل بين الطبقات الميوكوزا. Undermining of tissue during undermining مثل نخيط الجهة الما مقصوصة، يعني شوي نفصلها عن ال underlining tissue حتى سهلة بالسحب أو بالخياط. We mainly use two type of operating scissor. هذا السوتشر سيزر قلنا وديليكيت فاين، هذا شوفوا هذا الثاني أمينة السيزر.
بلانت سيزر نوت نويزد سيزر يوز فور اندرمايننج. للاندرماين لازم بلانت نشوف يعني نهايته مو حاده. اوكي فهذا شنو حتى نسوي اندرمايننج ندخله جوا التشو حتى نفصله عن الاندرلايننج تشو اخر. نوت ذات ذيس اوبريتنج سيزر شود نوت بي يوز فور كاتينج سوتشر or other material because this material makes them blunt and it become less effective for cutting. يعني ذولا يعني ما يصير نستخدم ال operating scissor, ما نستخدمه لل قطع السوتشر. ليش احنا ما من نستخدمه بهالشغلات ان يصير blunt, يصير يعني ما هذا مو sharp مو حاد حتى يقص لنا السوتشر. وهاي من هذا بلانت وهذا هم من السيزر مال تشو. اشكال السيزرات موجوده. هذا الهولدنج مال شوفوا هيك يصير الهولدنج شلون اشيله. هسه عندنا التول كلامب يعني هاي ماكو من نسوي هاي بالاوبريشن حتى بس نطلع الاير اللي نشتغل عليها خاصه بالعمليات. هذا كلامب يلزم التاولز for fastening sterile towels and wraps placed on the patient head and chest. هذا نخلي هنا أنا على الرأس نفصل نصل عن الرأس وعن الصدر ونلزمه بذول التول كلامب. For securing the surgical suction tube and the tube connected to handpiece with the sterile wrap covering the patient chest. وهم نفس الشيء نقدر نستخدم نلزم به السكر السكشن التيوب مال السكر هم يعني نلزقه هنا نسوي هنا نقرصه على الدراب. هسه بايت بلوك هذا البايت بلوك اند ماوث بروب هذا يسموه ماوث بروب فاسيليتيت اوبريتنج and keeping the mouth open when the surgical procedure require this for prolonged period. إذا نريد إحنا هذا يفتحون الحلق خاصة بالأطفال الصغير هذا الأطفال حتى يبقى حلقه مفتوح إذا العملية شوية تطول. When patient cannot fully cooperate with the dentist يعني إذا uncooperation الطفل ما يفتح حلقه إحنا نخليها حتى يضطر يبقى حلقه مفتوح. The types usually use rubber bite block. هذا rubber هذا من لاستيك. هذا نقدر نفتح الفتحة مالته سوري. هسه instrument for suction surgical suction حتى نسحب الدم او نسحب الـ من السلايفا used to provide good visualization of the operative field by aspirating the blood saliva under irrigating solution example saline distilled water used during operation. يعني حتى نسحب الدم نسحب السلايفا اللعاب ونسحب الريجيشن سوليوشن نستخدمه. An oral surgery a fine metal suction tips on a vacuum pressure most used to perform such duty. بالهاي نستخدم metal suction tip metal هذا حديد suction tip pad ذولا tip pad وبها فد واحد مال جهاز مال ضغط حتى يسحب لنا المواد الموجوده بالماوث. Suction also is very important and must be used when we are working under general anesthesia to prevent the possibility of aspiration of blood and other fluid by the patient. طبعا بجنرال انستيزيا كلش مهمه السكر وهالسوالف حتى البيشنت ما يبلع الدم او السوائل الموجوده. الانسترومنت فور اريجيشن حتى نسوي اريجيشن when we use hand piece and burr to remove bone it's necessary to use irrigating solution like normal saline to cool the burr and prevent bone damage by the heat generating
generated during cutting of bone. يعني من نستخدم البير والهاند بيس لازم احنا نستخدم الاريجيشن على مود مثل نورمال سلعي او ديستلد ووتر، نستخدم حتى شنو نبرد الاريا حتى لا يصير عندنا دمج بالتشو بالبون بالاخص. Irrigating irrigation will clean the area of surgery from small debris and chips during the surgical procedure and after finishing before suturing the area. يعني حتى شنو irrigation، لما احنا نخلي irrigation حتى ينظف لنا small debris اذا هي chips والهاي الاشياء الصغار صغار موجوده كلها تنظف لنا اياها، وايضا احنا قبل نسوي suturing حتى ننظف الاهرة وبعدين نسوي suturing. Large plastic syringe with a blunt 18 gauge needle is used for irrigation purpose. أما نستخدم في سرنجة كبيرة وبيها 18 جيج بلانت، يعني مو شارب مو حادة نيدل، يعني نستخدم أما نيدل أو the needle should be blunt and smooth so that no damage to the vital organ or smooth tissue can occur. يكون يعني النهاية مالتها مو حادة حتى لا تأثر على التشو. The needle also preferable to be angled to have good and efficient direction of the irrigation fluid. تكون angle يعني تكون هم النيدل حتى نقدر نوصلها. هذول ال irrigation instrument هذول اللي نستخدمهم. The irrigate to irrigate the surgical field with saline solution during bone removal. هاي اكو هاي الطريقة الثانية. A special irrigating system for irrigating the surgical field with steady stream of saline. هذا special one. Regular plastic syringe used for same purpose. هذا أما هذا نستخدمها العادية، شوفوا هنا الكيرف يصير، أو نستخدم هذا special one. شكرا جزيلا، خلصت المحاضرة.